أشاد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بالإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها مركز الملك حمد لعلاج الأورام الذي استقبل حتى اليوم 1200 حالة. أجري لهم ما يقارب 1740 جلسة علاج باستخدام جهاز المسرع الخطى الرباعي الطاقة الذي يعتبر الأحدث عالميا لهذا النوع من العلاج. قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة برفقة سعادة وزيرة الصحة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح بزيارة تفقدية لمركز الملك حمد لعلاج الأورام، حيث تمت زيارة المركز النووي للمواد المشعة بالمستشفى، إذ قدم المشرفون على القسم شرحا عن الأشعة التشخيصية المتوفرة ونوعية الأورام التي يعاني منها المرضى، وعرضا مفصلا عن جاما كاميرا وعن أحدث جهاز المسح البوزيتروني المدمج بالأشعة المقطعية المدشنان حديثا بالمستشفى، واللذان يتميزان بدقتهما الفائقة على كشف وتحديد أماكن الأورام الصغيرة الحجم في جسم المريض. بعد ذلك تم التوجه إلى مركز الملك حمد لعلاج الأورام والاطلاع على ما يشمل من خدمات علاجية، والتي من أهمها وحدة زراعة النخاع والأجهزة المتطورة التي تعد الأحدث في علاج مرضى الأورام. احنا ياسين نمر على المستشفى وشفنا كل الأقسام اللي اكتملت، كثير من الأقسام اشتغلت لكن الباقي كوميشنينج بتشتغل، يعني اشتغل على التجربة وبتشتغل بعدين على كامل، يعني ما ان شاء الله في ظرف يعني اكثر شيء شهر يكون كل شيء شغال كما يجب. بالنسبة حق المستشفى أهم شيء مو بس الإمكانيات والأشعة والأجهزة، المسألة شلون التعامل مع المريض. اجتمع معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وبحضور عدد من المسؤولين والأطباء والمشرفين على المركز لمناقشة الخطط المستقبلية للمركز وسبل التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة ومستشفى الملك حمد الجامعي، حيث أكدت السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أن التعاون مستمر بين وزارة الصحة ومركز الملك حمد لعلاج الأورام لتوفير مستوى متميز من الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على حد سواء. لاحظنا في هذه الزيارة الأخيرة تطور جدا كبير في الخدمات اللي راح تقدم إلى المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. بالتأكيد راح يكون يحقق الجودة الخدمات الصحية اللي تسعى إليها مملكة البحرين بالتنسيق أيضا مع مجلس الأعلى للصحة. من جهته نوه اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي أن قسم علاج الأورام بالأشعة في مركز الملك حمد للأورام قد استقبل حتى اليوم 1200 حالة، أجري لهم ما يقارب 1740 جلسة علاجية باستخدام جهاز المسرع الخطي الرباعي الطاقة الذي يعتبر الأحدث عالميا لهذا النوع من العلاج. بيننا وبين وزارة الصحة والمستشفيات الثانية تعاون بالنسبة حق تحويل المرضى، يكون احنا نبتدي نزيد عدد الحالات اللي نستقبلهم من مرضى السرطان، ووزارة الصحة تقلل بنهاية السنة احنا بناخذ الحالات كلها. في 2019 بنبتدي ناخذ البيدياتريك او الاطفال مال السرطان، لان احنا قاعدين نجهز وحدة خاصة حق مرضى اطفال السرطان وبتكون نستلمها إن شاء الله في 2019. وأفاد الشيخ سلمان بن عطية الله أن مستشفى الملك حمد الجامعي يحتضن المجلس الوطني للأورام، والذي أنشئ بهدف وضع نخبة من الاستشاريين في مجال تشخيص الأورام وعلاجها بإشراف الطبيب المعالج، من أجل وضع أنسب خطة علاجية لكل حالة حسب المعايير العالمية، مفيدا بأن عدد الحالات التي تمت مناقشتها بلغت حتى اليوم 453 حالة. وفي ختام الزيارة أعرب الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة عن سروره وإعجابه بالإمكانيات المتطورة في مركز الملك حمد لعلاج الأورام، مقدما الشكر للقائمين على هذا المركز على الجهود الكبيرة المبذولة لمساعدة المرضى وعلاجهم. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.